وفاة الفنانة المصرية الشابة إيمان خيري شلبية. توفيت الفنانة المصرية إيمان خيري شلبية اليوم الأحد بعد معاناة مع مرض السرطان استمر لعام واحد فقط، وفق ما أعلنه الدكتور المصري حاتم حافظ الأستاذ بأكاديمية الفنون في مصر على حسابه الشخصي بموقع فيسبوك. ونشر حاتم حافظ صورة زوجته راحلة عبر فيسبوك وكتب قائلا: إيمان عند اللي خلقها، صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر في جامع فاطمة الشربتلي بالتجمع الخامس والدفن بمدافن القوات المسلحة بمدينة نصر. وطلب حاتم حافظ عبر المنشور المعزيين بعدم ارتداء اللون الأسود في مراسم الجنازة والعزاء، وذلك بناء على وصية من زوجته الفنانة الراحلة إيمان خيري شلبية. وكان الفنان المصري محمد صلاح آدم أعلن في يوم 26 أغسطس الماضي دخول زميلته إيمان شلبية للعناية المركزة بإحدى مستشفيات القاهرة بعد سوء حالتها الصحية بسبب إصابتها بالمرض. ونشر محمد صلاح آدم صورة للراحلة إيمان خيري شلبية عبر حسابه على فيسبوك وعلق عليها: صديقتي ودفعتي إيمان خيري شلبية، أطيب وأجدع وأحن إنسانة ممكن تقابلها في حياتك، ادعو لها ربنا يشفيها ويرجعها لبيتها وأولادها وزوجها المحترم ويعافيها من هذا المرض اللعين، فهي بين أيادي الرحمن في العناية المركزة. يذكر أن الفنانة الراحلة إيمان هي الابنة الصغرى للكاتب الراحل خيري شلبية، وكان المعروف عنها إنها هي التي كانت ترافقه في جولاته في القاهرة، وكانت تصف تلك الجولات بأنها الأكثر متعة على الإطلاق، لأن لديه لكل شارع حكاية، سواء كانت حكاية من التراث أو حكاية من موقف عاشه في هذا الشارع. ويعد والدها خيري شلبي أحد الروائيين المصريين البارزين في النصف الثاني من القرن العشرين، إذ أصدر العديد من الكتب والروايات والتي تحولت بعضها لأعمال درامية فيما بعد، منها الوتد والأوباش والشطار وفرعان من الصبار وموال البيت والنوم وغيرها الكثير من الأعمال. ومن أعماله الأدبية كذلك نسف الأدمغة وزهرة الخشخاش ووكالة عطية وصحراء المماليك وسواها. وتخرجت الفنانة المصرية الراحلة إيمان خيري شلبية من المعهد العالي للفنون المسرحية، وشاركت في عدة أعمال منها مسلسلات الكومي عام 2001، والقضاء في الإسلام عام 1997، والوتد عام 1996، وغيرها الكثير من الأعمال. يذكر أن الراحلة توفيت داخل العناية المركزة، وكان من المقرر إجراء عملية لها، إلا أنها فارقت الحياة أثناء إجراء العملية.